واقع التنمية والمشاريع العمومية بولاية بجاية. فيه نشاط كبير، فيه حيوية، فيه ديناميكية وإقبال كبير على الاستثمار، وهذا الشيء اللي خلى الدولة أنها تعطي أهمية لهذه المنطقة. أبرز الإجراءات المتخذة لإنجاح البرامج المسطرة. وبمجرد انطلاق الأشغال تاع التهيئة، ديكي اللي طربوا دو سيرفاساج تاع لي روت تاع التراساج تاع لي روت، رايح كذلك ننطلق في تسليم الوثائق للمستثمرين. الطريق السريع بين بجاية والبويرة، هذا الشيء رايح يسمح باش نرقى بالاستثمار الصناعي على مستوى الولاية إلى ما يكون أحسن من اللي راه ليه اليوم الآن. انشغالات المواطنين وتطلعاتهم. قضية السكن تاع العدل، الولاية استفادت من 5000 وحدة سكنية، فيها 1900 وحدة راهي في طول الإنجاز. أسئلة يجيب عنها ولد صالح زيتوني والي ولاية بجاية في لقاء خاص. من خلال هذه الحصة من هنا من بجاية سنتطرق إلى عدة قطاعات حيوية. لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.